نتواصل من جديد بحضراتكم في يوم حافل بانطلاقات سن الصغار، حيث نسير إلى ثامن الأشواط الصباحية في هذا اليوم. بالنسبة لسن الحقايق وفئة الجعدان تسير هذه الانطلاقة في هذه اللحظات في أسماء كثيرة وأسماء مثيرة وقوية. المركز الأول يتقدم إكسبو لصالح بن سالم بن غصنة العامري، يتقدم إلى المركز الأول، بينما المالكي يحتل المركز الثاني مقدما مولع محمد بن سلطان بن سعيد. المالكي يحتل المركز الثاني، المركز الثالث حمدان بن محمد بن معتوق العامري، بينما المركز الرابع هنا يأتي مبهر محمد بن سهيل بن حطم العامري مقدما مبهر على المركز الرابع. والمركز الخامس يأتي برق أحمد بن عبد الله بن سويدان العامري في رابع خامس المراكز. يأتي سادسا الحذر سعيد بن علي بن مرزوق المنصوري يحتل سادس المراكز. المركز السابع خليفة بن محمد بن سويلم الدرعي، والمركز الثامن يأتي سعيد بن مطر بن فرحة الاكتبي مقدما كذلك اسم ومشاركة في هذه الانطلاقة. المركز التاسع يأتي شعار بن مصلح يقدم الضبابي محمد بن حمد بن مصلح الاحبابي. والمركز العاشر في هذه الانطلاقة نسير مع حضراتكم بمنافسات وتحديات وانطلاقات في هذه اللحظات. نعود إلى المراكز الأولى، عودة لمحمد بن سلطان المالكي يتقدم ويقدم لنا مولع في صدارة الشوط. بن غصنة يحاول في ثاني المراكز، صالح بن سالم بن غصنة العامري مقدم اكسبو من يحتل المركز الثاني. المركز الثالث وصل الآن مبهر محمد بن سهيل بالحق حطم العامري. المركز الثالث بن عبد الله بن حاذ الاكتبي يتقدم مشاهدين الاعزاء ليقدم لنا شاهين، غير الى المركز الثاني دكتور الاصاي القادم مع سلمان بن علي بن رصيد الاكتبي يحتل المركز الثالث في هذه اللحظات ويقدم لنا هذا الاسم. في المركز الثالث مع شاهين المركز الرابع مبهر يا سلوم يا بالحطم الضبابي يحتل المركز الخامس محمد بن حمد بن مصلح الاحبابي. المركز السادس محمد بن سلطان المالكي. المركز السابع قادم الآن غازي أحمد بن مبارك بن راشد بن منينة الشامسي يحتل المركز الخامس السابع. المركز الثامن سالم بن عبيد الاكتبي يقدم لنا راهي أو سالم بن عبد الله بن يطبع العامري، ولكن شوف بن حمدان المنصوري يتقدم هنا مع سلود علي بن سالم بالسبع الجنيبي، وكذلك يتقدم الآن هجام مبارك بن حمدان الحميري. هذه النتيجة، ولكن عودة إلى المركز الأول، عودة إلى شاهين، شاهين عمر بن مطر أو عمر بن عبد الله بن حاذة الاكتبي في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني تقدم جميل، تقدم أصيل من غازي أحمد بن مبارك بن راشد الشامسي يتسلل إلى المركز الأول إلى مقدمة الشوط. المركز الثالث، المركز الثالث واصل حمدان مبارك بن حمدان الحميري قادم. أيها الحفل الكريم، هكذا هو الانطلاق. هجم هجام على المركز الأول وقام هجام هجام إلى صدارة الشوط. المركز الثاني غازي، المركز الثالث واصل شاهين، هنا سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي، وبن بروك في المركز الرابع، بن بروك في المركز الرابع، ولكن هجام هجام هجام. التحية لأهالي المرموم، سلوك للمرموم، سلام مع هجام مبارك بن حمدان الحميري يتقدم يتقدم، سلام للمرموم، سلام. ها هو أمامكم هجام ينتزع المركز الأول، تحية وسلام لمبارك بن حمدان الحميري. المركز الثالث يأتي خوف لعمر بن سعيد بن بروك الحميري. المركز الثالث، المركز الثالث شاهين لسلمان بن علي بن سلطان بن رشيد. المركز الرابع، المركز الرابع لهب بن سعيد بن مطر بن فرحة، وشاهين في المركز الخامس لعمر بن عبد الله بن حاذة الاكتبي. هكذا أيها الحفل الكريم، شوط من أشواط المنافسات القوية، شوط من أشواط التحدي والمنافسة في انطلاقات هذا الشوط. نعود إلى التوقيت الزمني مع مخرجي هذا السباق، حيث يتقدم هجام في هذه الانطلاقة ليحتل المركز الأول، معلن عن هجماته في انطلاقات هذا الشوط. هنا هذا
هذا الرقم أمامكم، يحتل المركز الأول فعلا 4 دقائق و31 ثانية، 7 أجزاء من الثانية تانينا والناموس لمبارك بن حمدان الحميري حيث يحتل المركز الأول، والسلام لأهالي المرموم، سلام على فوز هجام بالمركز الأول. المركز الثاني نتابع مشاهدين الكرام، يأتي خوف ب4 دقائق 33 ثانية، 3 أجزاء من الثاني تانينا والناموس لعمر بن سعيد بن مبروك الحميري من احتل ثالث المراكز في هذه الانطلاقات. المركز الثالث، المركز الثالث شاهين ب4 دقائق 34 ثانية، 3 أجزاء من الثاني سلمان بن علي بن رشيد من يحتل المركز الثالث تانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.